يا مساء النور والسرور على جميع مشاهدين ومشاهدات برنامج سيدتي. بداية اسمحوا لي أبدأ معكم بجولة حول العناوين. في سيدتي اليوم، 8 إصدارات نسائية تزين سماء الثقافة الأدبية في جدة، وسيدتي تحتفي بالسيدات المشاركات. ريما الغفالي شابة تبرز جمال الفن والخط العربي بلوحات تخطف بها القلوب. هل سمعتي بإتيكيت الحديث عن حياتك الشخصية؟ تعرفي على التفاصيل في سيدتي. تدريب الفتيات على تنسيق الزهور بداية مثيرة للاهتمام في جدة. في فقرة هبات بنات الأسبوعية نسلط الضوء على رقصة المتسوع التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن اسمحوا لي أمسي على أسرار وإمام جدة، يسعد لي مساكم. يا مساء الخير يا مشاعل، يا مساء الخير أكيد على كل اللي بيتابعنا من خلال شاشة روتانا الخليجية بحلقة جديدة من برنامج سيدتي. طبعا اليوم قبل ما نبدأ حلقتنا ونعرف إيمان إيش مجهزت لنا، خليني أمسي عليها وأقول لها يا مساء الخير يا إيمان. يا مساء الخير يا أسرار، ويا مساء الخير أكيد لكل اللي بيتابعونا. واليوم حنتكلم في أول تقرير على آخر دراسة اختلفت في ترتيب الدول في العالم الأكثر سعادة. السنة اللي فاتت كان في دول أكثر سعادة وكان لها ترتيب معين، اختلفت هذه السنة، فخلونا نشوف الترتيب لأكثر دولة سعيدة. أوضح تقرير السعادة العالمي لعام 2017 أن أكثر الدول سعادة على الإطلاق كانت دولة النرويج، والتي تربعت على رأس القائمة لهذا العام بعد أن كانت قد احتلت المركز الرابع في تقرير عام 2016، تليها الدنمارك وسويسرا، حيث تمتاز هذه الدول بمستويات عالية من العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في السعادة، مثل الاهتمام والحرية والكرم والصدق ومستوى الدخل وسياسات الدولة. في سيدتي بعد الفاصل، 8 إصدارات نسائية تزين سماء الثقافة الأدبية في جدة، وسيدتي تحتفي بالسيدات المشاركات. ورجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة طبعا رح نتكلم عن الساحة الأدبية، واحتفت أمس الساحة الأدبية طبعا بتدشين 8 إصدارات نسائية. هذه الإصدارات كل إصدار منها حمل تجربة صاحبه وطبعا باختلاف المسميات. اليوم من خلال هذه الفقرة رح نحتفل بتجربتين من هذه التجارب، وأكيد رح نعرف إصدارين من هذه الإصدارات ورح نتكلم عنهم بالتفاصيل. طبعا أول إصدار كان للكاتبة نهلة الثقفي وهو روح وجسد، وثاني إصدار كان للكاتبة إيمان بادخن كان التعويذة 30. طبعا هذه الإصدارات كلها راح نتكلم عليها اليوم. في البداية خلوني أرحب بضيوفي نهلة، يا أهلا وسهلا بيك في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، وأكيد إيمان يا أهلا وسهلا فيك في برنامج سيدتي. أهلا وسهلا. في البداية نهلة، يعني خليني أبدأ معاك، حتى اليوم عندك ما شاء الله إصدارين. من خلال الإصدارين اليوم كيف شايفة اهتمامك بهذا الجانب؟ طبعا انا بدا الاهتمام معايا منذ الصغر، يعني انا وكان عمري 13 سنه خلصت 1000 ليله وليله كامله، قراتها كامله. فتحول من قراءه لابداع، يعني انا ابدا اكتب واعكس. تعرفي كان واحد بياخذ اوفر دوز، عندك جرعه بتطلعيها. فبدات اكتب. اول روايه لي كانت همس المجهول، يعني كانت تعكس تقريبا تجارب البنات اللي هم في سن المراهقه. ثاني رواية روح وجسد، بدأت أطلع شوية في العمر، بدأت أعكس تجارب المرأة الناضجة شوية. طبعا من خبرتي ومن عملي كأستاذة في الجامعة وقبل كده كأستاذة في مدارس، حسيت أني أنا أقرب للبنات، أقدر أعكس تجاربهم وفي نفس الوقت أنقلها بشكل في جانب توعوي، أنه أمسك قضية من القضايا. في الرواية الأولى مسكت قضية انفصام في الشخصية، وفي الرواية الثانية
قضية سرطان الثدي. فبحاول اني اوصلها للبنات ويعني في اطار رومانسي، وتعرفي بيكون اقرب للبنات اكثر، بيعكس تجاربهم، يعني معظم التجارب من خلال ما اسمع قصص البنات ايش بيسووا احلامهم. بس هذا معناه انه انت مركزه على فئه عمريه معينه. ايوه يعني هذا في الاولى كانت على التين ايجرز، في الثانيه طلعت شويه في العمر، بس برضه حسيت انها بتوصل للبنات. يعني انا اكثر رده فعل عجبتني انه طالباتي في الجامعه راحوا هم بدأوا يعملوا فحص بعد قراءة الرواية، فده الشيء حسيت انه انا وصلت اللي انا ابغاه. بالضبط. اوكي، هنا انا كان عمل ادبي ابداعي وفي نفس الوقت له نتاج مع بنات في السن هذا. حلو، بس خلينا نتكلم شوية على روح وجسد. روح وجسد بتلامس جانب مهم جدا، يعني او اكثر الجانب اللي بتتكلم عنه اللي هو الحب والألم، فخلينا نتكلم اكثر عن هذا الموضوع. طبعا هي تجربة بيعيشها اي انسان، يعني كلنا نعيش حياتنا في ألم وفي أشياء بنعاني منها وفي حب. كيف إحنا نتعامل مع هذه التجارب؟ دائما الفن والرواية بتعتبر كأنها مرآة عاكسة للمجتمع، أنت بتشوفي نفسك بس بطريقة معكوسة شوية. بتساعدك على أنك تتجاوزي بعض التجارب. أنا حرصت في رواية روح وجسد أني أعكس ألم المرض وألم الحب في نفس الوقت. طبعا هل الألمين يعني من وجهة نظرك مساويين؟ القارئ حيعرف. طبعا اللي حيقرا الروايه حيستنتج، هل الم الحب مساوي لالم المرض ام انه وسيله انك انت تتجاوزي المرض بالحب؟ لا حقيقي يعني حمستينا نقرا الكتاب. لكن خليني اروح لايمان. ايمان، تعويذه الثلاثين، اول شيء اسم ملفت جدا. قبل ما اسالك اي شيء، ليش سميت الكتاب بهذا الاسم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. تعويذه، نحن نتكلم في الكتاب هذا عن كل ما يدول بداخل عقل المرأة في سن الثلاثين، زي مفاتيح لمعرفة شخصية المرأة في تعاطيها للأمور. يعني مثلا لما تمر في موقف عاطفي أو اجتماعي أو رومانسي whatever، في مجموعة من الأشياء تمر بها المرأة بداخل عقلها، فهذا الكتاب بيوريك المفاتيح اللي ممكن تفكر فيها المرأة لما تمر بالموقف ده. تعويذة من باب انه طبعا هي عكس التميمة، انه هي فتح لشيء مغلق اساسا، يعني حاجة انت مش فاهمها لغز، التعويذة انك انت لو تليت على هذا الشيء حتفهمه، فهي نوع من التحفيز انه انت تحاول تفهم الشخص اللي امامك بهذه الطريقة. حلو، لكن يعني هذا الكتاب انت صنفتيه من انه هو الدراما نفسية، يصنف من بين الدراما النفسية، هل هذا التصنيف قوي؟ كلمينا اكثر يعني، او هو يعتبر خيال ناضج هذا الكتاب؟ اولا في يوم حفل توقيع الكتاب الاول التقيت بالاستاذ رامي عاشور، وهو كاتب سينمائي ومخرج، هو من الأشخاص اللي قرأوا روايتي ومن الأشخاص اللي صنفوها إنها سايكو دراما أو دراما نفسية، بحيث إنه هي امرأة واحدة ولكن تتكلم بسبع شخصيات في الرواية، تتعاطى مع مواقف القلب والعقل والجسد. يعني امرأة بس طالعة بكم دور؟ طالعة في سبع أدوار. حلو. نعم، في خلال مرورها بتجارب معينة طبعا، من انتكاسات عاطفية واجتماعية وخيبات كبرى أو إقصاء اجتماعي أحيانا، فمن هذا الباب إنه حوار حديث نفس. حلو، بس إنه مثلا لو تكلمنا عن الكتاب، القارئ أول ما يقرأ هذا الكتاب إيش ممكن أول فكرة تجي في باله؟ فكرتين في الحقيقة. الفكرة الأولى إنه كتاب سحر وما له أي علاقة بالسحر. الفكرة الثانية إنه يتكلم عن امرأة ثلاثينية، الاثنين مرتبطين في بعض. لأنه أنا الله سبحانه وتعالى قال إن من البيان لسحرة، أي أيضا أحيانا بعض الكلمات لها وقع السحر على الإنسان، فممكن بكلمة واحدة أنت تخطف تفكيره، ممكن بتعبير واحد بسيط مجازي تأخذ اهتمامه. فهذا نفس الشيء، يعني هنا امرأة تفكر بسبع نساء، فكيف ممكن يكون الموضوع؟ حقيقي يعني يحتاج أكيد القراءة. لكن نهلة، يعني هل أنت مع التدشين الجماعي مثلا زي ما صار بيوم أمس، ولا أنت ضد هذا الشيء؟ أنا مع التدشين الجماعي، فرصة إن إحنا نشوف تنوعات ثقافية. يعني للأسف زي ما أنت عارفة إحنا الشعب يعني ما بيقرأ، فحلو إن إحنا نظهر نماذج مختلفة وتجارب مختلفة
انه يصير حتى الشباب لما يشوفوا بيتحمسوا، يعني انا كثير ناس شافوا كذا صاروا يقولوا لي احنا نبغى نكتب، طب انا ابغى انشر، طب هو النشر عادي كذا، طب اي احد يقدر يكتب، فهذه بتحمس. صح، عندهم تخوف من هذا الشيء. ايوه، وكل انسان بيستقل بنفسه. بالعكس، يعني هذه فرصه انك انت تشوفي تنوعات، ناس من اعمار مختلفه، تجارب مختلفه، حتى المهن، يعني كلنا كل واحد له وظيفه مختلفه عن الثاني. فيعني كلنا بنعكس تجاربنا، والناس بداوا يتحمسوا. يعني انا حسب في تبادل خبرات بيصير، يعني تبادل خبرات، واللي جاي مثلا اللي جاي عشان نهله حيشوف ايمان مثلا يلفت انتباهه وعنوان روايتها يروح يشتريها، فيصير كده برضو انه الناس يقرأوا. احنا نتمنى انهم يقرأوا، نتمنى انه الشباب يرجع للقراءة. بالضبط. بس الوضع الحين عندنا اختلف عن مثلا كم سنة ورا، يعني صار افضل على ما أفضل. اكيد احسن، بس للأسف يظل، يعني كثير ناس يقولك مثلا انا افضل اقرأ باللغة الانجليزية اكثر من العربي. العربي ما بيعبر عننا. لا، تعالوا شوفوا احنا بنعبر عنكم. وهناك اللي يقولك انا لا، ما احب اقرأ من كتاب، انا احب اتصفح مثلا من خلال اجهزة الكترونية. ما صار يملون كثير للكتب. اي، الأشياء الصغيرة. بالضبط. قصيرة مختصرة. لا، أي أشياء مختصرة. هذه وسيلة إنه فعلا لا، شوفوا في أشياء ممتعة، في أشياء ممكن تحبوها، ولمن يسمعوا الكاتب يتكلم عن كتابه ممكن يتحمسوا، يعني فالله يخليكم يقرأوا. إن شاء الله راح يقرأون بعد الفقرة. لكن إيمان، هذا أول إصدار لك. أيوة نعم. إيش ردة الفعل اللي كنت متوقعتها من أول إصدار لك؟ يعني ما خفتي من هذا العنوان إنه يسوي لك هزة في بداية مشوارك؟ لا بالعكس، اطلاقا ما كان عندي تخوف من العنوان. تخوف من التجربه اكيد طبعا. ما في شك انه اكيد في مجموعه مخاوف، ولكن الهدف كان من الكتاب هو نشر وعي. يعني استاذه نهله كان عندها نشر الوعي خاص بمرضى السرطان، وانا عجبني انها بعد ما قرأوا الكتاب حقها على طول راحوا عملوا الفحص، وهذا شيء جميل جدا. انا نفس الشيء، يعني ما يمكن ما اتكلم عن مرض معين، ولكن ممكن اتكلم عن رساله معينه كأي امراه سعوديه تقول انها هي يعني تعبت او شافت شقة في حياتها ولا ما تقدر. تقرا الكتاب هذا حتغير رايها. لانه الانسان لما يشوف مصايب غيره تهون عليه مصيبته. بالضبط. ويبدا يتعلم كيف يتعاطى مع المواضيع بنضج اكثر. زي ما تفضلتي في البدايه قلتي، هل هو نضج او حوار ناضج؟ نعم. هو كذلك. يعلمك كيف تاخذ وتعطي بالامور بطريقه جديده. طيب لو مثلا، يعني خلينا نقول لو مثلا تم قراءه هذا الكتاب، امراه مثلا عندها مشكله، لما تقرا هذا الكتاب ايش هي الخبرات اللي ممكن تستفيد منها؟ اولا حيصير عندها ثقافه، تتكون لديها ثقافه كيف اتعاطى مع جميع انواع المشاكل اللي قد امر فيها انا كسيده سعوديه. كان بتجيكي اراء من قبل سيدات، كان مثلا في السوشيال ميديا، هل وصلتي لردود الفعل اللي انت متوقعتها؟ اللي انا متوقعتها لسه. لكن جاتني اراء. نعم. جاتني اراء ليش الكتاب كتابين لانه جزئين. جاتني آراء برضو ليه الاسم ده. برضو للأمانة جاتني آراء جميلة جدا من نقاد، عجبهم الكتاب، عجبهم المادة. يعني يبدو للقارئ للوهلة الأولى أنه كتاب ثقيل من العيار الثقيل، أنه مليان ودش وما حخلص منه. ترى كل اللي اشتروا الكتاب وقرأوه خلصوه في 4 أيام. ليش؟ لأنه كله حوارات. لأنه كمان ممكن كان بيسحبهم لدرجة المثل ما هم قادرين يسيبون. كله حوارات. بالضبط. يعني كله حديث نفس، كله حديث نفس. عشان كده أنا سميته سايكو دراما، يعني إنه يتكلم النفس إيش ممكن تقول للإنسان لما يمر بموقف معين. بالطريقة هذه. بس نهلة، ليش اليوم من وجهة نظرك في جوانب أدبية مهملة في الفترة الأخيرة؟ يعني مثلا ما بنشوف كتب قصص كثير، كتب تهتم بالشعر أو فيها أشعار كثير زي ما بنشوف الروايات والأشياء الثانية. هو زي ما قلت إنه في عزوف من الناس إنه عن القراءة، يمكن الرواية بتشدهم أكثر لأنها مرتبطة بجانب السينما والأفلام، فده الشيء يشدهم أكثر. أما الشعر وكذا فتحسيهم صاروا يدوروا أشياء خفيفة، شعر النبطي مثلا أكثر من الشعر الفصيح. بالضبط. مع إنه في شعراء فصيح، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني من جد رائعين، يعني من ضمنهم زميلتي كانت في العمل دكتورة دانيا الغامدي. يعني ما شاء الله الطالبات لما قرأوا القصائد حقتها حبوها، ويعني ما تتخيلي قديش خلصوا الكتاب في يوم. فإحنا نبغى بس نوصل لهم. يعني أنا أحس إنه في مشكلة في التسويق بهذه الأنواع،
اتوقع ليها ناسها، يعني مو مثلا مو ما تجذب كل الفئات، ما تجذب الفئات معينة. وللاسف ما في ذاك التسويق للناس يعني الوعي حقيقة. ايوه ما بيوصل لهم. القصه القصيره جدا حتلاقيها في تويتر اكثر حاجه. يعني كثير ناس مثلا يفتح لك هاشتاج قصه قصيره جدا اللي هي حقت سطر سطرين، فعلا معبره ورائعه وتوصل للناس بسرعه. اليوم احنا في عصر السرعه، فكل احد صار حابب ياخذ المعلومه في اقصر وقت ممكن، يعني وبطريقه ابداعيه انك انت تختصري حدث في سطرين، يعني هذا انسان مبدع جدا. صح. وان شاء الله يعني هي نوعا ما لسه في البدايه، فان شاء الله توصل اكثر للناس ويكون لها انتشار ان شاء الله باذن الله. لكن قلتي لي انه انت طالباتك قريوا هذا الكتاب، لما طالباتك يقرون كتابك انت وتلاقي منهم ردود فعل، هذه الردود قد ايش ممكن تشجعك او قد ايش ممكن تاثر فيكي؟ طبعا انا حبيتها جدا، لانه خصوصا انه انا عندي طالبات مثلا ما يحبوا يقراوا عربي، عندهم مستصعبين اللغه العربيه، وحكم ان انا استاذه لغه عربيه وبعطيهم الكتاب، فيعني ما تتخيلي قد ايش انبسطت انه بيقولوا لي الاسلوب حلو، حبينا، قدرنا الفكره وصلتنا. في ناس جاي يقولوا لي، يعني الطالبات تقول لي ما في جزء ثاني؟ طب ليه ما بتعملي جزء ثاني؟ انه من كثر ما انه الحدث شدهم. يعني ما تتخيل قديش ساعات. تسوي لهم جزء ثاني مهله؟ لا. هذا خبر حصري لينا. ايوه يعني ان شاء الله في كتاب ثاني ان شاء الله، بس انه حميل الفتره الجايه ان شاء الله في عندي مشروع تعليمي، يعني عباره عن قصص تعليميه تعليم اللغه العربيه للاطفال. ان شاء الله باذن الله. ايمان، قد ايش من وجهه نظرك عنوان الكتاب مهم؟ يعني انا شايفه انه انت مره مهتمه بالعنوان، فقد ايش مهم انه يكون العنوان ملفت؟ العنوان تقريبا من ثقافتي الخاصه هو نصف الكتاب. العنوان والغلاف، يعني اذا نجح الكاتب في اختيار العنوان المناسب اللي يخدم الحدث اللي هو كتب عنه، في نفس الوقت المجتمع اللي يخاطبه. شوف المجتمع اللي انت تخاطبه، انت ايش تستهدف؟ شريحه التينيجرز، وتستهدف مثلا الشريحه المجتمع ككل. بس احيانا يكون خداع العنوان، صحيح يجذبك، بس لما تقري المحتوى تلاقي فارغ. بالضبط. فانا عشان كده اقول هو نصف الكتاب. النصف الاخر هو المحتوى. الاشخاص اللي فقط يجذبهم الغلاف حصلوا على نصف المتعه، انه اقتنى شيء مميز. لكن الاشخاص اللي يجذبهم المحتوى والمضمون، فهذا اشخاص تلاقي الشخص يفتح الكتاب يشوف مثلا كسمري في الخلف، او يفتح كده يجرب حظه اي صفحه اخرى، يطلع مثلا يشوف هل هي تخاطب الشيء اللي في دماغه، فتلاقيه بيكي، انسان مره بيكي وحيهتم في الموضوع. فتفرق معاه، ما حينخدع، لكن اللي ينخدعوا هم الاشخاص اللي فقط يهتموا في العنوان، وبالتالي لما يرجع البيت يلاقي المحتوى فارغ. طب لازم الاثنين يكونوا مساويين لبعض. لو انت كنت شخص بيكي من البدايه كان افتح شويه اطلع شويه في المقدمة. لازم يكونوا الاثنين مساويين لبعض، سواء العنوان او المحتوى. بس ايمان بدخل، نورتينا اليوم في برنامج سيدتي، واكيد اقول لك الف مبروك على كتابك، بما انه الاصدار اول اصدار لك، فشكرا لك لوجودك معنا اليوم في برنامج سيدتي. أشكرك. والف مبروك. اشكرك، يعطيك العافيه. واكيد كمان نهله، نورتينا اليوم في برنامج سيدتي نهله الثقفي، شكرا لوجودك معنا والف مبروك على كتابك. ان شاء الله دائما من نجاح وتوفيق، ودائما نشوف لك اصدارات جميله زي هذا الكتاب. ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا. طبعا متابعينا فقره سيدتي باقي مستمره، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل. ريما الغفالي شابه تبرز جمال الفن والخط العربي بلوحات تخطف بها القلوب. لزيادة الوعي بجماليات الإرث العربي، ريما الغفالي تبدع في استخدامات الخط العربي بشتى الأشكال. خلوني أرحب معكم فيها بالاستوديو، حياك معنا. أهلا فيكم. بداية، من وين جاتك فكرة مشروع مطر؟ مطر ما كانت الفكرة وليدة اليوم، كانت من أيام، يعني أنا كنت أشتغل لفترة طويلة، يمكن من أيام 2009 كنت أشتغل as a graphic designer. فكانت الفكرة أنه نشتغل على هويات وعلى شغل يحتاجه العميل. حتى الجرافيك ديزاين بهذاك الوقت كان لسه جديد على
جديد على كل مكان يعني، فكان يقتصر على الويب، كان يقتصر المطبوعات، ما كانت يعني منتشرة بشكل كامل. طب في قصة معينة هي اللي حفزت عندك يعني أعطتك الإلهام؟ فعلا كان في، كانت بدأت زي ما ذكرت كنت أشتغل أز جرافيك ديزاينر بناء على متطلبات العملاء، فكان يعني مزعج شوي أنه لازم العميل يعطي رأيه بالموضوع. فافتتحنا مدونة، كانت الفكرة منها أنه نشتغل على جرافيكس بشكل عام. كان فيه أحد المثقفين كان قارئ للأدب العربي، فكان ينتقي القصائد وكنا نمثل هذه القصائد، أو أنا يعني بشكل شخصي كنت أمثل هذه القصائد بصور أستخدم فيها الحروف العربية والكلمات العربية بحيث تنتجلي بالنهاية كأنها لوحة فنية وهي تعرض في مدونة كأنها تصف القصيدة هذه. هذه كانت الفكرة، يعني فكرة مبدئية جدا، كانت عام يمكن تقريبا 2009-2010. بعد كذا تطورت لما وصلنا تقريبا عام 2015-2014 وبدأت فكرة مطر تتجسد شوي شوي، صار مشروع، صار بزنس. انتقلت من فكرة أني أكون فريلانسر إلى فكرة أنه نبدأ بشكل رسمي، اندمجوا يعني لبعض البنات، فاشتغلنا على المشروع وصار فيها الآن زي ما هو منتجات وخدمات. طيب بالنسبة للمنتجات وين نلاقي الخط مكتوب؟ يعني على أنا عرفت منك على كوشنز، فلو تشرحي لي كمان أكثر. طيب زي ما ذكرت لما بدأنا المشروع كان امتداد لهذه المدونة. المدونة وقفت على فكرة، يعني بدأت يمكنها لمدة سنة بعدين خلاص وقفت، بدينا ننشغل كلنا، صرنا نشتغل أشغال بزنس، دخلنا بالوظائف، دخلنا بالشغل، فخلاص كل أحد لها. بعدين بعد فترة زي ما ذكرت قبل شوي كنا نشتغل على الهويات التجارية، أو أنا يعني دخلت بمجال الهويات التجارية، صرت أشتغل على الهويات بشكل متخصص أو عميق. كانت من النقاط السلبية عندي أنه العميل لازم يقرر بالنهاية إيش الشكل اللي يطلع للناس يعني بالسوق. كنت أقدر أقنعه بشكل بسيط، بس ما كان يعني عندي القدرة الكاملة أنه والله أجبره على شيء من الجرافيكس اللي أنا مثلا أحبها. فكانت في مجلدات إلى ما لا نهاية متخزنة بالكمبيوتر جرافيكس، فكنت أفكر أنه كيف أستغل هذه الملفات بحيث أطلعها كمنتجات. طلعت في البداية فكرة اللوحات الجدارية بحيث أن نمثل هذه الملفات اللي يعني العميل رفضها، أو الشغلات اللي مثلا نقوم فيها كهواية بوقت الفراغ، صرت أنفذها على أساس أنها لوحات جدارية، صرت أعرضها ببعض المواقع بعض الجهات، فلاحظت صراحة إقبال جدا كبير عليها. فهنا بدأت فعليا الفكرة كمشروع وكبزنس يحتاج جلسة ويحتاج دراسة ويحتاج شغل يعني. بعدها بدأنا فكرة أن ننتج المنتجات اللي متخصصة بالخط العربي أو بالهوية العربية على اللوحات الجدارية. هذا إجابة على سؤالك بأنه إيش المنتجات، على اللوحات الجدارية، على الكوشنز، إكسسوار البيت، دخلنا حتى بالتفاصيل الداخلية، البلانرز، الآيفون كوفرز. بس حاليا استقرينا على أن ننتج لوحات جدارية، إكسسوارات البيت، والمجوهرات. طب هو الخط العربي احنا زي ما احنا عارفين انه هو هبه هذه الفتره، يعني حتى نشوف في الغرب كثير من الفنانين قاعدين يسووا تاتو، يلبسوها على التيشيرتس، على اشياء كثيره. فعلا. بس انت ايش اللي حمسك انه يكون اكثر منتجاتك ان نلاقي فيها كلها خط عربي، او زي ما ذكرتي اشعار وكذا، ايش المميز في الخط العربي؟ المميز عندنا او الملفت عندنا انه احنا اعتمدنا على الخط العربي صحيح، لكن كلنا صراحة كان في عندنا شغف للخط العربي. زي ما ذكرتي في جهات كثير تقدم نفس هذه الشغلات بالخط العربي، لكن المختلف عندنا أنه الكواليتي عندنا نشتغل عليها بشكل جدا كبير، يعني لدرجة أنه المنتج قبل لا ننتجه يعني ممكن نجلس تقريبا 6 شهور سنة قبل إنتاج المنتج على أساس نتأكد أنه هاي كواليتي إناف، أنه
يستخدمه الشخص بشكل يومي، ما يصير مجرد شكل. يعني مثلا في عندنا فناجيل قهوة، هذه لما نستخدمها بحيث غالبا مثلا الشغلات الأواني اللي نلاقيها بالسوق عليها خط عربي تكون مجرد استخدام فترة بسيطة، إما تكون رسوم مباشرة أو تكون طباعة حرارية، فمجرد فترة بسيطة يمكن ما تتعدى الشهر وتمسح أو تنفك. أو إحنا كنا نحاول إنه لا يكون شيء استخدام يومي، إنه الناس تقدر تستخدمه بشكل يومي بحيث إن ما يتغير. يعني حتى عندنا ضمانات إنه مجرد لو ينحك أو يتغير أو يصير له أي شيء تقدرون ترجعون لنا. الكوشنز مثلاً تنغسل يعني عادي استخدام للبيت بشكل سلس وسهل جدا، بحيث انه يعني لو صار لها اي شيء احنا عندنا استعداد الكامل ان نرجع لكم المبلغ. في جارنتي مع الموضوع؟ في جارنتي. ايه، هذه الشغله المفقوده بالمنتجات اللي تختص بالهويه العربيه. طب بالنسبه للاسعار، انت قلتي انها هاي كواليتي، فاحنا متعودين هاي كواليتي يعني اسعار مره غاليه، فكيف؟ بالضبط، احنا اللي قاعدين نحاول نسويه اننا نخلي منتجاتنا متوفره للجميع. الناس يعني ما نحاول انه يكون الطبقه معينه، نحاول كل الناس تقدر توصل لهذه الاسعار. زي ما ذكرت لك الهاي كواليتي، او زي ما ذكرت قبل شوي الهاي كواليتي يتطلب تكلفه عاليه، فهذا الشيء قاعد يحدنا شوي، وهذا يعني من التحديات اللي قاعدين نواجهها، بس قاعدين نحاول قدر الامكان انها تصير يعني اتليست بسعر السوق، ما نصير مثلا تخطينا هذا الشيء او جميل. يعني طيب ريما، انتوا اشتركتوا في معارض وعملتوا بوثات واشياء كثيره، فلو تحكي لي عن مشاركاتكم. فعلا اشتركنا بكثير من البازارات الحمد لله، الاقبال كان جدا جدا رائع. يعني ما شاء الله الحين السوق حي بشكل يعني خرافي، فمجرد ما البزنس يغيب شوي عن عيون الناس يعني ممكن يختفي خلاص، ممكن الناس تنسى بسهوله تنسى. فمشاركه المعارض جدا كانت ضروريه بحيث تذكر الناس يعني بشكل دائم فينا. فمن الاشياء الجميله يعني اللي كانت في المعارض، احنا عندنا بزنس كارد مكعب على ولونه ازرق يعني بلون مطر، ف يعني اللي لاحظنا بعد مشاركه طويله يعني بالمعارض، يعني انتم سميتوه مطر كمان خليته يكون باللون الازرق. ايه هو جميل. هذه الفكره. ايه فكانت يعني من الاشياء الجميله انه صرنا اذا نوزع البزنس كارد هذا بالاماكن الاماكن العامه، الا ما يجينا احد يقول انتم صاحبين المكعب الازرق، يعني لدرجه انهم صاروا يتذكرون البراند حقنا. فهذا جدا يعني ليفل احس انه يعني الحمد لله وصلنا له، ويعني كان من الاهداف اللي نبغى الناس تتذكرنا فيها. جميل. طيب وين تشوفي استوديو مطر بعد سنوات؟ ان شاء الله باذن الله. زي ما ذكرت لك اول ما بدانا، يعني لما بدانا احنا كان بدايه الافتتاح كاستوديو رسمي واونلاين ستور بشكل رسمي كان 2015، حاليا كملنا يمكن تقريبا 3 سنوات، فالحمد لله بدات الناس تتذكر هذا البراند. هذا جدا يعني مشجع ومحفز لنا. بعد سنوات ان شاء الله يعني ومستقبلا اتخيل انه ان شاء الله باذن الله يصير ينتشر بشكل عالمي. احنا الحين الى حد الحين عندك فكره لاوروبا انك تنشري هناك؟ اكيد، وفي اهتمام مره كبير باللغه العربيه. وجميل انه بعد تطلع اللغه العربيه بهاي كواليتي زي ما ذكرت، يعني مخجل انه اللغه العربيه قاعده ترتبط بالاشياء التشيب دائما، فقاعدين نحاول قدر الامكان ان نغير هذه النظره. جميل. طب وش الرساله اللي تبغى توصيها لاوروبا عننا احنا يعني خصوصا مش بس كعرب كسعوديين عن المملكه بالخط العربي؟ انا اتعامل عاده يعني الخط العربي هو هويه عربيه عامه، هويه اسلاميه حتى، فغالبا الفكره اللي نبغى نوصلها انه احنا يعني عندنا كواليتي او عندنا مجهودات عاليه مفروض انها توصل للعالم. والملاحظ انه قاعد يصير العكس، انه الاجانب غالبا قاعدين يستخدمون هذا التكنيك، قاعدين يستخدمون اللغه العربيه الحروف العربيه، احيانا حتى الواحد يصير ما يفهم باللغه نفسها، يعني ما يتكلم عربي بس مع ذلك يستخدم النقوش، يستخدم الحروف العربيه عشان تخدمه بالجماليات. فانا احس اولى احنا قاعد يطلع مننا هذا الشيء ونرسله للعالم. طب كيف ممكن توظفي دور المراه السعوديه من خلال الخط العربي؟
الحمد لله يعني ممكن يتوظف من الشغل نفسه. يعني احنا الى الان التيم عندنا كله بنات، مو تحيزا بس يعني باذن الله انه ان شاء الله هذا قاعد يعكس ان البنات حاليا البنات السعوديات اول شيء مكافحات، عندهم القدره انهم يوصلون رساله للعالم، عندهم شغف شيء معين. يعني مو بالهدف، مو الفكره ولا الهدف انه يصير بزنس ويدخل فلوس قد ما هو قاعد يعكس هويه او يعكس هوايه لنا قاعدين ننفذها ونشوفها قاعده تنتج وقاعده تلاقي اقبال جدا عالي عند الناس. طب الناس على ايش قاعده تقبل اكثر شيء؟ احنا شفنا في يدك اسواره من تصميمك. ايش الاشياء الناس تطلبها منكم كثير وتحسين انه اقبالها اكبر؟ لاين المجوهرات احنا لسه ما بدانا فيه الا يمكن تقريبا العام السنة اللي فاتت، وصراحة عليه إقبال جدا عالي زي ما ذكرت للسبب اللي الأول إنه غالبا احنا نلاقي المخطوطات أو الشغل على الأسماء أو عفوا الشغل على المجوهرات يكون بالأسماء، ما نلاقي شيء انعكاس للأدب العربي. يعني مثلا هذه الإسوارة اقتبسنا عبارة من قصيدة الأستاذ محمود درويش، الفكرة كانت سأكون يوما ما أريد، فالفكرة فيها أنه هي مي باسم أو مو بشيء يجسد شخص معين، هي الفكرة أنه هدف أو طموح. فقاعدين نحاول قدر الإمكان بكل الشغلات اللي نشتغلها سواء مجوهرات سواء منتجات بشكل عام أنها تعكس المنتج اللي قاعد يطلع. يعني نقدر نقول انكم تستلهموا اعمالكم او العبارات اللي تكتبوها في اعمالكم اكثر شيء من الاشعار وال من الادب العربي. صحيح. طب فعلاً. زي ايش اكثر العبارات اللي استخدمتيها كمان غير هذه العباره؟ غالبا يعني في واحده من صاحباتنا من شركات المشروع قارئه وما شاء الله يعني مطلعه بشكل كبير على الادب العربي، فهذه يعني نحاول قدر الامكان ننتقل عبارات. بداية كانت الفكرة أنه ننتقل العبارات اللي يعني تعجبنا. في رسالة معينة في العبارات متوصليها؟ أي هذه الفكرة بالبداية كانت لا، العبارات اللي تعجبنا قاعدين نحاول نمثلها زي ما قلت لك، كانت موضوع هواية. بعدين لاحظنا أنه لا، في إقبال للناس على عبارات معينة، في فصار شوية اتجه الموضوع للبزنس وعلى كيف الناس تقبل على مثلا على العبارات على الاشياء، ايش يعجبها بالضبط ايش ما يعجبها. صرنا نحاول ندرس هذه الشغلات بحيث اننا بالاخير يعني نقدم منتجات تعجب الناس وتاخذها، ما تصير منتجات تتكدس عندنا فقط. طب بالنسبه لك انت ايش اكثر عباره اثرت فيك واعجبتك؟ خلينا نعرفها ونختم فيها. صراحه هو هذه العباره سأكون يوما ما أريد، هي عبارة لمحمود درويش زي ما ذكرت، هي سأصير يوما ما أريد، فغيرناها بتصرف يعني بسيط إن شاء الله ما يزعل علينا أحد. فكانت الفكرة أنه هي فعلا هدف أو حلم أو تعكس يعني أي شخص يتمنى شيء يبغى يوصل له. فيعني أنا أحس أنها جميلة، بدأناها كسلسال تعليقة كانت، بعدين حولناها إلى أسوار الآن، فممكن بكره تتجدد وتصير شيء اخر يعني. جميل جدا ان شاء الله. واحنا كمان نتمنى لك توصل لكل شيء تبغيه يا رب، وبالتوفيق ان شاء الله وتوصل لكل احلامك واهدافك. مشاهدينا فاصل قصير وباقي فقرات سيدتي مستمره معكم، انتظرونا. مستمرين معاكم وفقرتنا للآن فقرة عن الجمال وبالأخص عن جمال البشرة، ورح نتكلم عن التقشير العشوائي وعلى ترقق البشرة. يعني أحيانا يكون السيدة في يوم من الأيام تقرر أنها تسوي أشياء معينة لبشرتها وتقشرها، ولما نشوف في نتيجة ممكن تعيد هذه الفكرة أو تعيد هذه الطريقة عشان تبدأ تسويها مرة ثانية وتشوف نفس النتيجة. أحيانا يكون هذا الموضوع له أثر عكسي ويكون موضوع جدا خاطئ وبالعكس يسوء من البشرة، وأكيد ممكن يكون أكثر شيء يخلي البشرة في يوم من الأيام توصل لمرحلة التجاعيد. فطبعا هذا الموضوع رح نتكلم فيه وكيف الواحد ممكن يستخدم هذه الأشياء بالطريقة الصحيحة مع أخصائية التجميل والبشرة أستاذة أريج عبد القادر. ويا هلا فيك من جديد أستاذة أريج. أهلا فيك ومرحبا يا أستاذة أريج. اليوم إحنا السيدات دائما بنسمع على تقشير البشرة والأشياء اللي ممكن نستخدمها للبشرة عشان نحصل على البشرة الجميلة. فأول مرة بنستخدم اللي هو التقشير،
بيكون نتيجة سريعة ونكون مرة سعيدين فيها، بنعيد الكرة عشان نشوف النتيجة مرة أخرى. نبى نعرف هذا الشيء هل له أثر عكسي على بشرتنا؟ التكشير هو سلاح ذو حدين. أول شيء بنستخدمه إحنا لنضارة لتجديد البشرة ولإزالة التصبغات، لإزالة الندبات أحياناً على فترات طويلة، بس إذا حصل بشكل عشوائي أو متقارب بيحصل نتائج عكسية اللي هو البشرة بتصير رقيقة. هذه مشكلة طبعاً يعني تحتاج علاج من شهرين لثلاثة، ما هي يعني مشكلة مستعصية، بس تحتاج وقت طويل جداً حتى نقدر نتلافاها وترجع البشرة تترمم وتعطي سماكة مناسبة. فالفترة المناسبة اللي ممكن إحنا نستخدم فيها يعني بشكل تقريبي لمعظم البشرات اللي هو كل 6 شهور، ممكن نقول أوكي لو عملنا تكشير، ومو شرط في المركز أو العيادة، ممكن تستخدم مقشر منزلي. أكيد أغلب البنات بيستخدموا يعني في الفترة الأخيرة صار عندنا معلومات ملمة بموضوع التقشير فصاروا يسووها في البيت. بس اليوم نبى نتكلم، أنت قلتي على ترقق البشرة، نبى نعرف معلومات أكثر عن ترقق البشرة. البشرة في لها طبعا درجة سماكة معينة، مع استخدام مستحضرات عالية الكورتيزون، مع التعرض للشمس لفترات طويلة، استخدام بعض علاجات لبعض الأمراض الصحية، يعني الله يكفيني ويكفيك الشر، في ناس عندهم أمراض، استخدام أحيانا الكورتيزون، علاجات الكيماويات، علاجات الأمراض، علاجات تليف الكبد، أحيانا هذه كلها بتسبب ترقق في البشرة وضعف في سماكة البشرة، فتحتاج إلى إعادة ترميم حتى نقدر نبدأ معاها مرحلة علاجية جديدة كتكشير، كديرمارولر، ممكن نستعمل معاها البلازما. طبعا الآن صيحة البلازما كثير معروفة يعني، والناس متجهين لها بشكل كبير. طب خلينا نتوسع أكثر في موضوع التقشير، أبغى أعرف عن التقشير أنواعه وإيش هي ممكن تكون فوائده، وليش الواحد ممكن يستخدم التقشير عشان نبدأ نستوعب الفوائد منه، وأنه أغلب الأشخاص ليه بيلجأوا لهذا العمل. أنا حتكلم مش بس عن التقشير، العلاجات اللي هي بتساعد على ترميم البشرة أو بتساعد على نضارة البشرة. في عندنا من أنواع التقشير اللي هو الألفا هيدروكسي أسيد اللي هو أحماض الفواكه. طبعا بتختلف أنواع الأحماض أو أنواع الفواكه المستخدمة، أنواع التراكيز المستخدمة، يعني أحماض الفواكه هذا عالم وبحر من المستحضرات التجميلية، بس في تراكيز 5%، في 7%، في 10%، في 20%. طبعا نبدأ بالتدرج. في أحماض التي سي اي اللي هي أحماض كيميائية كمعروفة في الوسط التجميلي بالتقشير الكيميائي. أوكي، بس اليوم بنتكلم على هذه الأحماض كلها تنفع للبشرة وللجسم، ولا بس هذا بنتكلم على اللي بنستخدمه للوجه فقط؟ لا بتنفع للجسم، بس طبعا درجة سماكة الجلد في الجسم أعلى من البشرة، بالإضافة أنه أقل سماكة من البشرة بشرة الوجه، الرقبة، المناطق الرقيقة اللي هي منطقة الثنيات. لو تلاحظي هذه المنطقة بتكون رقيقة، اللي هنا هذه المنطقة بتكون رقيقة، والأندر آرمز، أيوة، يعني المناطق الداخلية كلها تعتبر أكثر رقة، الداخلية برقيقة، المناطق الخارجية بتكون فيها درجة سماكة فاستعمال التقشير لازم يكون مناسب لسماكة الجلد ونوع الجلد، حتى ما يحصل لا سمح الله التهابات أو تحسس في البشرة. عشان كده أنت أستاذة أريج اليوم بتنتقدي اللي هو التقشير العشوائي، لأنه في النهاية ما يعرف السماكة غير أخصائيين الجلدية. صحيح. يعني ما بيكون عندنا المعلومات ملمين بهذا الموضوع قد أخصائيين الجلدية. طيب تبغى يعني نبغى نعرف أكثر ليش المقصود من اللي هو التقشير العشوائي؟ هل هو بس إنه إحنا نختاره بنفسنا؟ طبعا لازم أخصائي أو دكتور أو أي واحد يعني خبير يكون فاهم، ولازم يعاين البشرة اللي راح تستخدمه، وما ينفع أنت تستخدمي نفس النوع اللي أنا أستعمله، لأنه بشرتك تختلف عن بشرتي. يعني الآن للأسف منتشر، وزمان كمان يعني بين الناس، والله أنت جاب معاك نتيجة، كل الناس تيجي بتقول لك إيش اسمه وإيش نوعه وكذا، وبيستعملوه على أنواع مختلفة من البشرة ما تناسبهم. صح. فإحنا نبحث عن الشيء المناسب، يعني نأخذ استشارة تكون صحيحة والمتابعة مهمة. يعني أنا مثلا وصفت لك الكريم الفلاني كتقشير، استعملتي بالكورس وأخذت نتائج رائعة، تيجي بعد شهر أو بعد شهرين ما أنت من عندك تستخدمي؟ لا طبعا، أنت كده غلطتي. طيب معناتها في أشياء مضطرين إحنا نستخدمها ونعمل لها تقنين، صحيح ولا لا؟ يعني نبى نعرف إيش هي الخدمات التجميلية اللي إحنا اليوم مضطرين نستخدمها أو نبى نستخدمها، بس لازم تكون مقننة بطريقة صحيحة باستشارة طبية. زي إيش؟
في عندنا علاج مثلا للمناطق اللي فيها ندبات، احيانا في ناس يحصل لهم ندبات بسبب جروح قديمه او حبوب، ممكن نستخدم لهم الديرما رولر. طبعا هي عباره عن عجله صغيره بلاستيكيه عليها كميه كبيره من الدبابيس، ممكن بين 200 و 300 راس ابره. هذه يحركوها في البشره. ايوه بالضبط، تتحرك بشكل عمودي وبشكل افقي. طبعا هذه بتعمل تحفيز للبلازما، احنا بنعرف اي جرح بننجرحه تيجي الصفائح اول ما تنجرحي بتحسي ماده بيضة طلعت وقت الجرح او وقت الحرق. صحيح. هذه هي الصفائح الدمويه اللي هي الجهاز المدافع عن الجسم على اساس يجي بسرعه ويرمم. احنا لما نستخدم الديرما رولر بتيجي الماده البلازما وبتعالج المنطقه اللي صار فيها. هذه نقنن استخدامها، يعني ما نستخدمها كثير، ولا هذه من الاشياء اللي نقننها بشكل انها هي مفيده. نقول على حسب حجم الدبابيس، ممكن مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. اذا كان التقشير كمان زي ما قلت لك ما نوصل لمرحله ترقق البشره، يعني نحاول نوعا ما انه يكون في ترتيب. احيانا في حالات تحتاج متابعه، نسوي لها باكيج اكثر من شغله، ان كان من تقشير او حقن بلازما او ديرما رولر او جلسات ليزر. فكل حالة لها طريقة علاج معينة، فلازم تكون تحت استشارة طبيب أو مختص ومتابعته بشكل دقيق. بس اليوم كمان إحنا كسيدات للأمانة لما نجي نشوف حل في حاجة نتحمس عليها وخلاص نقرر إن إحنا خلاص نبي نسوي هذا الشيء. صحيح. كل فترة عجبك ماسك ما شاء الله علينا نستخدمه 10 مرات في الشهر. بالضبط. على اساس انه لا خلاص انا شفت نتيجه، ابغى نتيجه سريعه كمان. فعلا فالموضوع يتحول بالنسبه لبعض السيدات لهوس، خاصه انه عشان احساسها انه هي بتعمل افورت او نقدر نقول بتبذل جهد على نفسها، انه على بالها هذه الطريقه صحيحه بتركز اكثر وحتاخذ نتيجه اسرع فعلاً. واكبر. فاليوم نبغى نعرف هذه الطريقه اللي احنا بنستخدمها، هذه طبعا طريقه خاطئه، كيف ممكن نعالج هذا الموضوع ونستخدم اشياء بطريقه صحيحه، يعني بعيدا عن الهوس اللي احنا بنصاب فيه اللي هو هوس الجمال. بتستخدم الفيتامينات المرممة، تستخدم الماسكات إذا هي يعني كيماوية مثلا أو في منتجات في الصيدليات أو طبيعية في البيت، تحط ماسك عسل، جنين قمح، لبن الزبادي، يعني تهتم بشرتها. ممكن تعديني بس اللي هي الفيتامينات اللي بتقول عليها المرممة زي إيش؟ فيتامين إيش وإيش وإيش؟ أهم فيتامين يساعد على الترميم وعلى تجديد الخلايا بشكل قوي اللي هو الفيتامين A. الفيتامين A يعتبر كمرمم. حلو. إذا واحدة مثلا خضعت لعلاج للبشرة وصار عندها ترقق في البشرة، أو مثلا استخدمت كريمات تحتوي على الكورتيزون، طبعا الكل عارف أخطار الكورتيزون على البشرة، بيسوي ترقق قوي جدا. تستخدم كريمات فيتامين A من 2 إلى 3 شهور حتى فعلا حتحس بسماكة، وممكن حتى يعني لو تلاحظ إنها تصور نفسها قبل بداية العلاج وبعد ما انتهت من العلاج. طيب اليوم انت اكيد استاذة اريج مع حلول الامنة والاشياء اللي ممكن نستخدمها احنا السيدات لبشرتنا، سواء ممكن يكون ماسكات طبيعية او حلول طبيعية او حلول اكثر امنا، فايش تنصحينا؟ كماسكات في البيت ممكن نستخدمها احنا في البيت. ماسك الطين المغربي طبعا الكل عارفه، ماسك الخميرة، ماسك اللبن الزبادي، كمان في ماسكات بينضاف عليها عسل، نستعمل مثلا زبدة شيا مع عسل، يعني تركيبات منزلية. طبعا ما نقدر يعني نحدد انه الكل يستعملها بالضبط، احنا نقول بشكل كامل يعني وبشكل عام انه في منتجات كثير في البيت في الثلاجة من الخضار من الفواكه ممكن نستفيد منها كماسك. الفراولة ممكن نقطعها على شكل شرائح، هذه ما تأثر على بشرتنا بطريقة عكسية؟ ما لها أثر؟ إذا أنا بشرتي يعني متوازنة وما عندي أي مشاكل لو استخدمت الفراولة، لأن الفراولة فيها حموضة، نسبة حموضة، فالحمض هذا إذا البشرة كانت تعبانة شوية أو تحت تأثير برنامج علاجي ممكن تتأثر، أو استخدام علاج كالروكوتان ممكن تتحسس بشكل بسيط. أما البشرة الدهنية تتحمل أكثر بسبب كمية الدهون الموجودة تحت سطح الجلد. أستاذة أريج عبد القادر شكرا ليكي، وأكيد شكرا على النصائح هذه، وأتمنى أنه الكثير سمعونا في هذه الفقرة عشان من جد كانت فقرة مليئة بالفائدة. شكرا لك. أهلا فيك، تسلمي حبيبتي. مشاهدينا أكيد بعد هذه الفقرة لازم نطلع لفاصل قصير ونستكمل من بعدها بقية فقراتنا لهذا اليوم، فخليكم معنا.
في سيدتي بعد الفاصل. هل سمعتي بإتيكيت الحديث عن حياتك الشخصية؟ تعرفي على التفاصيل في سيدتي. يتعرض كل منا إلى مواقف محرجة تنتج عن أسئلة بعض المحيطين بنا عن حياتنا الشخصية أو عن بعض الأمور الخاصة، ونقع عند سماع السؤال في حيرة بين الإجابة بوقاحة وعدم الرد. لكن سيدتي، اتضح أن هناك إتيكيت للرد على هذه الأسئلة، لنتعرف عليها. مثل ما تابعنا بالتقرير، بيكون موضوعنا لليوم هو فن الحديث عن الحياة الشخصية. وللحديث أكثر بالتفاصيل خير أرحب معكم ضيفتي أستاذة لينا الحمامي. أهلا فيك معنا. أهلا وسهلا بمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافة. نورتينا. شكرا ليكي أستاذة لينا. لو ممكن تقولي لنا بداية، إيش هو المصطلح؟ تعطينا تعريف عنه، فن الاتيكيت، أو يعني أو خلينا نقول الاتيكيت عموما. هو يعني حسن التعامل وحسن التصرف في الوقت المناسب بالشكل المناسب مع الآخرين لتحقيق الوئام والانسجام في بيئة احنا بحاجة ان نكون في احسن حالاتنا عشان نحقق نوع من الاعتراف من الآخرين. تمام. طيب، ما هي اهم النقاط فن الحديث عن الحياة الشخصية؟ تمام. هلا الحديث عن الحياة الشخصية احنا ممكن نتناوله من عدة زوايا. الزاوية الأولى أو كوني أنا المتحدثة عن حياتي الشخصية، والزاوية الثانية اللي هي كيف أرد على أسئلة محرجة قد لا أرد عليها نهائيا، أو قد أرد عليها بوقاحة بشكل أصد فيها الشخص اللي عم يسألني، أو إني أحرجه أو إني أسيء إليه، وفي الحالات كلها هذا غير مطلوب. طب إيش هي الأسئلة اللي تعتبر محرجة المفروض إنه إحنا ما نسألها؟ تماما. زمان كانوا بيقولوا إنه ثلاث مواضيع أبدا لا يجب الحديث عنها، وحاسة خاصة مع الأغراب: السياسة والدين والجنس. بس طبعا هذه مواضيع فعلا كبيرة كثير، والطرحها وتناولها والنقاش فيها قد يؤدي إلى خلافات وإلى تجاذبات لا داعي لها. الآن هناك بعض الأسئلة، مثلا ليس من حقي أن أسألك ما هو دينك، بماذا سيفيدني هذا، أو مثلا لأي حزب أنت تنتمين، أو من تؤيدين في الترشيحات. الآن أصبح طبيعي لأنه من حقنا، ولكن أن نتعمق أكثر في المواضيع هذه إذا حتسبب خلافات بيناتنا، إلا إذا كنا متخصصين فعلا وقاعدين ومطلعين على تفاصيل الحياة السياسية مثلا، أو العقائدية أو العلمية حتى الجنسية، فلا مانع. أما فقط من أجل الثرثرة فهذا لن يفيدنا في شيء. الآن خاصة عند السيدات مثلا، بعض المواضيع اللي بتحرجها مثلا تسأليها كم عمرك، مثلا تسأليها أنت متزوجة ولا عندك أولاد، أو أمور حتى جدا، الوزن أو كم وزنك. أوكي. طيب، هذه مواضيع هي ليست محرجة في الأصل، ولكن بعض النساء تتحسس منها. إذا كان واحدة باين عليها مثلا أنها في حيطان 30 أو في حيطان 50 أو في حيطان 20، يعني بماذا سيفيدنا لو كانت زيادة سنتين أو ناقصة سنتين؟ السؤال هو بحد ذاته أنا أجده أنه في سذاجة، تافه. صح، تافه حتى أنه يطرح. طيب، وطرح علينا، فإحنا في عنا عدة طرق للرد على هذه الأسئلة المحرجة. طيب، ما هي هذه الطرق؟ أوكي. هناك عدة حلول. الحل الأول أو الطريقة الأولى أني أكسب وقت، أنه مثلا أعتذر عن الرد حاليا، أو أني أنشغل بشيء أمامي،
أو أدعي أو أتظاهر في أنه أنا عم بفكر بشيء مخيم حسب السؤال. يعني واحدة عم تسألني أنت كم عمرك، يعني ما حستخدم هالتكنيك هذا أو هالحل هذا، في عندي حلول أخرى. النقطة الثانية أنه فقط أجيب بلا أعرف، الطبيعي أنه الإنسان لا يلم بكل شيء في الحياة، فطبيعي أنه يقول والله أنا آسفة أنا ما بعرف، ما عندي ليكي جواب قد يشفي غليلك، أو قد يرد على سؤالك هذا بالتفصيل، أو ممكن تقولي لا والله بحكم أني أنا ما بعرف بالضبط كم فأفضل عدم الرد. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة الإيجاز، بشكل أنه تعطي جواب موجز وسريع وخاطف وتعقبي على طول بسؤال آخر، أو أنك تدخلي بموضوع آخر كليا، بشكل أنه عبال ما تستوعب أنك أنت انتقلتي من عدم الرد على سؤالها أو السؤال بإيجاز أو بمغمغة إلى موضوع آخر. في عنا الطريقة الثانية عكس السؤال، عكس السؤال إليكي، مثلا تسأليني سؤال تقول لك والله هو فعلا سؤال مهم، ممكن تعطيني بالأول أنت رأيك عشان أنا أبلور فكرتي عن الموضوع أكثر. ممكن طريقة ثانية مثلا أني أنا أقول لك والله أنا ممكن أجاوبك، بس ممكن أعرف بشو ممكن يفيدك الجواب، أو كيف ممكن أنت تستخدمي، أو كيف ممكن يعني أنه يطور علاقتنا أنا وأنت. طب هذه النقطة رجعتني لكلامك قبل الهوى. أيوة. لما قلتي لي أنه أحيانا بيكون السؤال مش بس من باب الفضول. تماما. أحيانا يكون تماماً. الشخص مهتم فيك فيبغى يعرف. تماما. فكيف أميز بين الشخص الفضولي والشخص اللي فعليا مهتم؟ سؤالك رائع جدا. هنا عم تنقليني إلى التوضيح ما بين الفضول والتطفل. الإنسان يعني تتأسس المعرفة لديه والعلم لديه والإدراك لديه من خلال الفضول، أن يكون لديهم فضول لمعرفة كيف تسير الأمور، لمعرفة كيف تنشأ الحياة وكيف يبدأ الخلق، يكون عنده فضول لمعرفة التعرف على الآخرين. ولكن لما يتحول هذا إلى أسئلة ملحة محرجة خاصة جداً، فهذا يتحول إلى تطفل. أتطفل على حياة الآخرين، بمعنى أنه أنا إيش بيسموها هنا، حشرية أو أني باللهجة السعودية لقافة. لقافة، أنك تكوني يكون هذا الشخص ملقوف، لأنه لن يضيف إليه شيء في معرفة هذه المعلومة هذه، وأحيانا قد تسيء إليه. الإنسان لازم يعرف حدوده، لازم يعرف أنه هناك هالة خاصة بكل شخص، كل شخص بيحاول أنه يحتفظ فيها لنفسه طبعاً. أنه في حياة كل شخص أسرار وفي حياته معلومات ما بيحب أنه يكشفها. وبعدين لماذا أنا أتجمل إذا كان في شخص حيجي وينبش في أسراري، في ماضيي، في حقائق؟ يعني في بعض الأسئلة مثلا، في سيدات بيعملوا عمليات تجميل كي يبدين أجمل، فكيف لما أجي أنا أقول لها والله حضرتك أو فلانة أنت عاملة عمليات تجميل، ما هي عمليات تجميل كي تبدو أجمل، مش عشان أجي أنا أكشفها وأفضحها وأسيء إليها وأحرجها. صحيح. فهذا اسمه تطفل، هذا اسمه إيداء الآخرين، وأمور كثيرة غير كده. طيب أستاذة لينا، أبغى أسألك كمان عن المشاهير. إحنا كثير الحين لما ندخل مثلا على إنستغرام مثلا واحدة مشهورة، نلاقيهم قاعدين يسألوها أسئلة كثير خاصة. تماما. طب كيف أنت قاعدة تحكي لما إحنا كنا في جلسة كيف نرد على بعض، بس لما يكون مثلا على نطاق شيء عام تمام. كيف الواحد ممكن يتصرف؟ هذه شخصية عامة، وهي ارتأت واختارت وقررت أن تكون حياتها علنية. فلما بتجلس وحدة في مثلا في لقاء صحفي، عفوا، هي جالسة كي ترد على الأسئلة الشخصية،
أما العموميات فالجمهور يقدر يعرفها من خلال أخبارها الفنية التي تنشر في الصحف ووسائل الإعلام، ولكن عندما تجلس فهم محتاجون لأسئلة خاصة جدا قد تتعلق بحياتها الشخصية. طب لما يسألها مثلا سوري أنه أنت مثلا إحنا سمعنا أنك طلقتي وهي ما تبغى تعلن هذا الخبر، أو أنه أنت زي ما قبل شوي ذكرتي عن عمليات التجميل، تماما. طب هي الحين أوكي شخصية عامة وهي اختارت أن تكون حياتها مفتوحة، بس هل لازم أنها تجاوب؟ لا أبدا لا، ولكن لازم تجاوب. أكبر غلط أنك ما تردي. جاوبي بلباقة، جاوبي بما يفي بالغرض، جاوبي بشكل أنه تعومي المعلومة. مثلا سألتها أنه حضرتك عاملة عملية تجميل، أو حتى بدون تكون واحدة من المشاهير تقولها والله شكلي حليانة، شكلي أنه صغرانة، شكرا لك، شكرا لملاحظتك، انا سعيده انه هذا انه في اشراقه لدي، وتحول الموضوع. هي بهالطريقه لا ردت واكدت موضوع عمليه التجميل ولا نفت، صحيح. الثرثره الزايده بتخلي الانسان يقول اشياء ما يمكن ما يكون حابب انه يقولها يوما ما، لانه في مقوله من كثر لغطه كثر سقطه. سقطه. فاحنا نعود انفسنا اننا ما نتكلم كثير حتى لا نفصح ولا يعني نفضح مثلا اسرارنا، وبنفس الوقت حتى في اجوبتنا كوني موجزه وكوني كده سريعه وكوني زي يعني عارفه كده نبضات. طيب عالسريع. صحيح. احنا الحين استاذة لينا كمان نشوف احيانا انه او ما نشوف احيانا، احنا قاعدين نحكي بس عن الاجابات. فانا كمان كشخص ابغى اسال، كيف اسال من غير ما احرج اللي قدامي؟ احنا قاعدين نحكي انه كيف لو شخص سالني سؤال محرج، انا لو ابغى اسال شخص كيف اني اساله بطريقه ما احرجه؟ ما هو انت قبل ما تلقي اي سؤال المفروض انك تراعي نوعيه العلاقه اللي بينك وبين هالشخص والهدف من هذا السؤال. لأنه إذا كان علاقتي متينة فيكي من أصلا ما في عنا مشكلة، وبإمكاني أني أنا أسألك أي سؤال يخطر على بالي مع مراعاة الحفاظ على كرامتك وعلى احترامك وعلى تقديرك وعلى حبك. مهما كانت علاقة قوية لازم أنه الإنسان يحافظ على هالقيم هذه، لأنه يوما ما هذا الشخص قد يكون في حالة مزاجية سيئة يتذكر أنه يوما ما فلان سألني سؤال من حقه أصلا، أنه بأي صحيح. حق هو يسألني هالسؤال؟ حتى ولو كان ساعتها كنت بمزاج رايق وسعيدة وأجبت على هذا السؤال بكل أريحية، يعني الواحد يحط نفسه في مكان اللي قدام. تماما تماما. شكرا. يحط نفسه بنفس الوقت يفكر أنه بناء العلاقة السوية صحيح. والحلوة مش كلامك صحيح. مش سهل. شكرا لك يا أستاذة لينا، فعليا استفدنا كثير كثير من معلوماتك، وإن شاء الله يكون الجمهور كمان استفاد. شكرا. مشاهدينا فاصل قصير وباقي فقرات سيدتي مستمرة معكم، انتظرونا. في سيدتي بعد الفاصل، تدريب الفتيات على تنسيق الزهور بداية مثيرة للاهتمام في جدة. ورجعنا لكم متابعينا من بعد الفاصل. طبعا في هذه الفقرة راح نتكلم عن فتاة سعودية نجحت، طبعا هذه الفتاة وهي المدربة في تنسيق الورود والأزهار، هي مدربة في هذا الجانب، هي نجحت. طبعا هي ذكرى التميمي نجحت في إنجاز مبادرة جديدة وجميلة من نوعها، وهذه المبادرة إيجابية جدا كانت للفتيات، بتعلمهم من خلالها تنسيق وفن تنسيق الورود والأزهار بس بطريقة احترافية وبمهارة. أكيد يا أسرار، واليوم بنتكلم أكثر عن هذه المبادرة اللي حضرت فيها قائمة من البنات، أكيد وكان في بينهم منافسة إبداعية. طبعا حنتكلم عن هذه المنافسة ونتوسع فيها أكثر مع مدربة تنسيق الزهور أستاذة ذكرى التميمي، ويا هلا فيك ذكرى. أهلا مرحبا، منورتنا أكيد. الله يسلمك. ذكرى اليوم بنتعرف في البداية عن حبك لهذا المجال، إيش اللي خلاك تدخلي في تنسيق الزهور وإنك تبدأ بهذه الفكرة أساسا؟
طبعا بالنسبة للتنسيق الزهور هو طبعا هواية رافقتني من الصغر، وتساعد فيها أنه أنا تعلمت، دخلت في مجال الفنون والهوايات، ومن خلال شغلي في مجال الفنون والهوايات بدأت أنميها من خلال التدريب والتعلم، وأخذت كورسات في مجال تنسيق الزهور، طبعا كورسات خاصة كانت بيجيني مدربة لأن البيت وكنت بتعلم، وتعلمت تنسيق الورد الطبيعي والصناعي. طب ليش فكرت في هذه الفكرة ذكرى، يعني ليش فكرت انك تدربين الفتيات على فن تنسيق الزهور والورود، وخصوصا انه هذا الشيء بجهد شخصي منك؟ يعني بالنسبة لدخولي مجال التنسيق بشكل موسع كان عن طريق مجالي في العمل في مجال المقاولات، فكنا بنمسك مشاريع في مجال المقاولات خاصة بالأثاث التأثيث والديكور، فكنا كل ما نخلص مشروع كان بيطلبوا مننا ان احنا نعمل لمسات في الموقع، فكنت بتولى عملية التنسيق والورد وكمان الأشجار والزرع في نفس المواقع. وطبعا كان في مشاريع مرة كثيرة عملناها، وكان من ضمنها اللي هو مشروع فندق روضة الدراجة، كان أضخم مشروع بالنسبة لي، وكنت أشتغل لحالي يعني لوحدي في هذا المجال، فكنا بنمسك مجال الأثاث بعدين ننتقل إلى مرحلة التنسيق الزهور واللمسات النهائية. طيب اليوم ذكرى، في نوعية مهارات الواحد لازم يكتسبها في يعني أعمال معينة، مثلا اليوم في الأعمال اللي هي تنسيق الزهور وترتيبها، إيش الأشياء المطلوبة مني أنا كشخصية أو كإنسانة أنها تكون عندي؟ مثلا هل لازم يكون عندي حب أو حس للديكور؟ هل لازم يكون عندي مهارة يدوية؟ أو إيش نوع المهارات اللي تلزمنا؟ طبعا أول شيء عشان الإنسان يبدع في المجال هذا لازم يكون هو يحب المجال ده، الحب هو سبب في نجاح أي إنسان في أي شغل، يعني صراحة في مشاريع المجال بالذات، يعني مجال ما ينفع إلا ينحب، يعني خصوصا فعلا. انت بتشتغلي بالوان وحاجات كذا. أيوة. هذه فطبعا بالنسبه لمجال التنسيق الزهور مجاله ابداعي، يعتمد على اشياء كثيره، يعتمد على الاختيار وعلى الذوق، ويعتمد على التنسيق، وفي نفس الوقت عشان تنمي انت هذه المهاره عندك لازم تنميها عن طريق التدريب. يعني كل النساء بصفه عامه بيحبوا تنسيق الزهور، بس عشان توصلي للمرحله الاحترافيه لازم يكون في تدريب ممكن او خبره طويله في هذا المجال. حلو. بس هل لما جيت تدربي الفتيات على هذا التنسيق، هل هناك كان في منهج معين يمشون عليه، ولا اعتمدتي على خيالهم وفقط ان انت توجهينهم في هذا المجال؟ بالنسبه للتدريب، التدريب طبعا انا عديت حقيبه تدريبيه. الحقيبه التدريبيه هذه كانت يعني من حصيله خبرتي في هذا المجال، وكانت جدا مبسطة، وكانت شاملة الأشياء كثيرة، شاملة تنسيق الزهور، شاملة لتغليف الهدايا، شاملة لتنظيم المناسبات، طرق تنظيم المناسبات، وشاملة كمان أيضا أنه كل متدربة تتعرف على المهارات والصفات اللي المفروض تكون موجودة في شخصيتها، على أساس أنه هي تقدر تبدع في هذا يعني المجال. يعني حقيبة شاملة مو فقط في تنسيق الزهور. أيوة، لأنه كان هدفنا من هذه الدورة أنه إحنا نعمل تأهيل كامل. التأهيل الكامل هذا لازم يبدأ من التنمية البشرية، نحن نديهم دورة نعرفهم فيها عن الصفات والمهارات واختيار الخامات وجميع الاتجاهات في هذا المجال. طب اليوم لما بنتكلم على هذا الموضوع، وانت بدأتي هذا المبادرة وبدأتي هذا الموضوع، بالأمانة خلينا بعيدا عن أنه أنت كنت بتدرب يوم، كيف كان تفاعل البنات معك والنتيجة النهائية؟ يعني ممكن في بنات كثير يكون الأول مرة قرروا يخوضوا التجربة معاكي، فهل شفت انه هذا الشيء كان يعني ردود الافعال مشرفة بالنسبة انه يبدأوا خلاص يصيروا بروفيشنال في الموضوع؟ بالنسبة للمتدربات كلهم اللي دخلوا وسجلوا في الدورة كانوا كلهم اساسا عندهم الموهبة وحابين ان هم يطوروا من نفسهم، فما شاء الله تبارك الله، يعني الدورة كانت فيها عدد كبير من المتدربات، وصراحة يعني جدا كان تفاعلهم معايا مرة رائع، وفعلا في بنات يعني طلعوا إبداعاتهم، لأن احنا وفرنا عارفة خامات من كل شيء وفرناه للمتدربات، الخامات الأدوات والورد،
يعني كان في استندات كبيرة للورود، فعارفة لما شافوا إنه إحنا موفرين الورد بكل الألوان وبكل التنسيقات والخامات الفلين والأدوات، عارفة طلعوا كل اللي بداخلهم يعني في أثناء الدورة، يعني كان واضح الشغف البنات بالضبط. هو هذا حلو. لكن ذكرى في بداية كلامك قلتي إنه أنا بدربهم على تنسيق الورود الطبيعية والصناعية. أيه. هل هذا معناه إنه في فرق بين إنك تشتغلي بورد طبيعي أو ورد صناعي؟ بالنسبة للورد الطبيعي طبعاً في فرق بين الورد الطبيعي والورد الصناعي. الورد الطبيعي سبحان الله جداً سهل في عملية التنسيق، بس يعتمد على أسس، يعتمد في أسس جداً مهمة المتدربة لازم تكون عارفتها على أساس إذا هي تبغى تتجه للورد الطبيعي أو الصناعي. إيش أهم هذه الأسس؟ الأسس أولاً حاجة إنه النبات سبحان الله عشان الزهرة نفسها الساق لما تيجي تقصيها ما تتقص بطريقة مستقيمة، لازم تتقص بطريقة مائلة على أساس إنه إذا حطيتيها في الإسفنج تتشرب الموية بكل سهولة عشان تقدر تعيش مدة أطول. لكن الورد الصناعي عادي يعني إذا قصتيه بالخط الطريقة المستقيمة أو المائلة يعني ما تفرق. لكن الورد الطبيعي سهل في كل شيء، سهل في دمج الألوان، سهل في التنسيق، سهل في أشياء مرة كثيرة. بس إنه مشكلته إنه هو يموت. أكيد مستمرين في حديثنا معاكي أكثر وحنتوسع في الموضوع، بس خلينا نطلع لفاصل قصير مشاهدينا. طبعا هذه الفقرة يبغى لها كلام أكثر، خلونا نطلع ونرجع لكم من بعدها. ورجعنا لكم متابعين من بعد الفاصل، مستكملين فقرتنا اللي بدأناها قبل الفاصل وكنا بنتكلم على الورود طبعا مع ذكرى التميمي. أرحب فيك مرة ثانية ذكرى بعد الفاصل. ذكرى قبل الفاصل سألتك عن الورود الصناعية والورود الطبيعية، إنه تفرق مثلا في التنسيق. تكلمنا على الورود الطبيعية، ما تكلمنا على الورود الصناعية. بالنسبة للورد الصناعي، الورد الصناعي شوية متعب، متعب في اختيار الألوان، يعني بتيجي تدمج الألوان مو بكل سهولة. لكن الورد الطبيعي جدا سهل في عملية التنسيق. وطبعا غير المجالين نفسها كلها تحتاج قدرة إبداعية في التنفيذ والفكرة نفسها اللي أنت. بس أي أصعب؟ الصناعي طبعا. طيب اليوم كمان نبغى نعرف على الواحد اللي بيكون عنده احترافية أكثر، كيف أنا ممكن يكون عندي احترافية أكثر في مجال تنسيق الزهور والورود وكيف أرتبها؟ لازم هل أحتاج أكون إنسانة بحضر دورات أو يعني مبادرات زي المبادرة اللي قمت فيها، ولا هي موضوع كله عبارة عن ممارسة؟ بالنسبة للتنسيق أول حاجة لازم يكون في حب وشغف بهذا المجال. إذا ما وجد الحب والشغف في هذا المجال الوحدة ما حتنجح، يعني حتى لو حاولت برضو ما حتزبط معاها. بالإضافة إنه يحتاج خبرة، يعني أول شيء لازم تقري كثير، الاطلاع جدا مهم في هذا المجال. بالإضافة للتدريب، يعني في بنات ما عندهم فرصة، يعني ما يلاقوا فرص للتدريب، فيتجهوا لليوتيوب يطلعوا يقروا معلومات اكثر، بس برضو الاطلاع غير كافي. يعني لازم متابعه، نتكلم عن المتابعه للمبدعين مثلا، فيها شخصيات احترافيه كبيره انه نقدر نتابعهم. في اسماء كثيره في هذا المجال، يعني اسماء عالميه. لكن بالنسبه للشخص المتدربه نفسها او الشخص اللي بيحب هذه الهوايه لازم يمارس. الممارسه هي جدا مهمه. يعني انا في نظري مجال التنسيق الزهور ما يكفي انك تتعلمي يوم او يومين او ثلاثه ابدا. يعني يحتاج وقت. يعني انا حتى المتدربات اللي دربناهم في هذه الدوره ان شاء الله حيلتحقوا معايا في الدوره اللي جايه. حلو. لانه انا حابه انه هم يمارسوا اكثر، وهم كانوا جدا سعداء بهذه. اكيد، واحنا كمان سعيدين. بس هذه ذكرى بعد من نجاح المبادره الرائعه هذه، ايش اللي بتفكر فيه ذكرى؟ هل مثلا بتفكري في الحصول على دعم اكبر من جهات تكون مختصه في التدريب؟ ايش بتفكري؟ بالنسبه للدعم الاول اللي احنا لقيناه، لقيت دعم من جمعيه الثقافه والفنون، ودعم من شركه بن شيهون اوجه لهم شكر، وايضا مؤسسه القرنفل وشركة روج. كمان شركة روج يعني كلهم بيساعدوك في هذه المواضيع، وكلها كان
بنقدر نقول بشجعوا هذا النوع من انواع الفنون نقدر نسميه. احنا بمجرد ان احنا رفعنا لشركه بن شيهون ايميل بدون اي اكيد كلها يعني جهات مثلا تختص في التدريب واكيد حتساعدكم على لانه فعلا مبادره تستحق انه الجهات تلتفت لها، الجهات المعنيه بالتدريب. بس اليوم ايش بيستفيدوا من هذه انواع التدريبات؟ يعني هل في يوم من الايام ممكن يكونوا منظمات لحفلات لافراح، منظمات ممكن نقول يعني برامج عيد ميلاد او مناسبات معينه؟ طبعا اكيد، لانه اللي تحترف التنسيق خلاص تقدر تبدع في اي مناسبه. طبعا دورتنا كانت تنسيق زهور وتنظيم مناسبات، فاحنا عملنا تدريب مده تقريبا 7 ايام، كان شامل الفتره كلها تنسيق زهور تنسيق زهور والتدريب يعني عملي، ورشة عمل كانت. اليوم الأخير كان تطبيقي، كان حفل تكريم، هم المتدربات نسقوا كل اللي كان في القاعة كان من شغلهم وكان بإشراف مني، وطبعا كانت النتيجة جدا رائعة الحمد لله. وإن شاء الله كمان الدورات اللي جاية إن شاء الله حيطلع الإبداع أكثر وأكثر في كل دورة بإذن الله تعالى. طبعا ذكرى التميمي نتمنى أنه تستمر وتزيد مثل هذه المبادرات الرائعة، وأكيد نشكرك اليوم لتواجدك معنا في برنامج سيدتي. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. طبعا متابعينا بهذه الفقرة نكون وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا لليوم، كنا معكم اليوم وإن شاء الله دوم في برنامج سيدتي، دمتم بخير. Thank you.